الأشعة الاجتماعية لوكالة وشركة توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، وللتوضيح ومن أجل أن يطلع الرأي العام على حجم هذه الميزانية، فهي ميزانية تصل إلى 17 مليار سنتيم سنويا، تؤدى من 1% من رقم معاملات شركات ووكالة توزيع الماء والكهرباء وإصدار السائل بالمغرب. هذه الميزانية كتفوق الميزانية ديال بعض الوزارات، وتفوق كذلك الميزانية ديال الكثير من الجماعات. وللتوضيح ومن أجل أن يطلع الرأي العام على حجم هذه الميزانية، فهي ميزانية تصل إلى 17 مليار سنتيم سنويا، تؤدى من 1% من رقم معاملات شركات ووكالة توزيع الماء والكهرباء وإصدار السائل بالمغرب. هذه الميزانية كتفوق الميزانية ديال بعض الوزارات، وتفوق كذلك الميزانية ديال الكثير من الجماعات المحلية. اليوم الجمعية تعيش انحطاطا تدبيريا، وكذلك تعيش عبثا في استعمال مواردها. نعطيك إشارة بسيطة وهي دالة، مثلا آخر ما قام به الرئيس هو أنه أقدم على شراء سيارة من نوع أودي أويت فول أوبسيون، كالسومة ديالها حوالي 100 مليون سنتيم. هذه جمعية ذات طابع اجتماعي، وقبل منها اقتنى سيارة ب 153 مليون بي ام دبليو ليموزين ال تي سيري 7. هذا الشيء في الوقت اللي المديونيه ديال هذه الجمعيه تصل الى ازيد من 12 مليار سنتيم. وهذه المديونيه كيفاش موزعه؟ موزعه على مديونيه من شركه ليدك، ديك لا دوتاسيون اللي كتعطى انويالمون من الشركه، ديك 1% يعني واخدها كلها، وفي نفس الوقت هي مديونيه ديال الشركات اللي كتشتغل اللي كيجيبها هو بوحدو. شركات كتشتغل لفائده الجمعيه من اختياري، ومعروفه هذه الشركات، ومعروفه وقتاش بدات وكيفاش كانت وكيفاش ولات ومن هم اصحابها وكيف كانت حالتهم وكيف اصبحوا الان. كذلك منين كنمشيو نشوفوا التجهيزات او الاشغال اللي قامت بها هذه الشركات بالمقارنه مع الصفقات، فلا علاقه لما يوجد في الصفقات مع الواقع. يعني ملي نجيو نديرو عمليه تقييميه للاشغال التي انجزت، غنلقاوها بعيده كل البعد على ثمن ديال السوق، ولا تعكس حقيقة ما يوجد في تلك الصفقات، بمعنى أنه كان هناك تلاعب. بالتأكيد أن هناك تلاعبات، بالتأكيد كان هناك تلاعبات. يكفي أن نفتح تحقيقا في الموضوع، وأنا أصر على أن يفتح تحقيق في كل صفقة صفقة، وستجد العجب العجاب. أنا كنائب ديال الرئيس من حقي باش نطلب تحقيق، باش نطلب انه يتفتح تحقيق في كل العمليات المرتبطه بالجانب المالي. اما الجانب الاداري فحدث ولا حرج. شنو هي الجهه التي تطالبها بفتح تحقيق؟ انا اطالب جميع الجهات الوصيه اولا على القطاع، والجهات التي تعنى بمراقبة صرف المال العام، لأن هذا مال عام، ماشي مال عادي أو مال خاص، لا هذا مال عام، لأنه كتخد 1% من رقم ديال المعاملات ديال الشركات ديال توزيع الماء والكهرباء، وديال الوكالات ديال توزيع الماء والكهرباء. وكنعرفوا أنه هذا مال عام هذه الشركات وهذه الوكالات، وهي تشتغل تحت الوصاية ديال ليفيل
وتحت الوصايه ديال وزاره الداخليه ووزاره الماليه، وبالتالي هذا المال هذا مال عام ومال ديال المواطنين وديال المواطنات. فاذا لا بد من تدخل الجهات المعنيه من اجل فتح تحقيق ومن اجل محاسبات ومتابعه كل من يخل بالتدبير ديال هذا المال. اذا هذا يحيلنا على سؤال، ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها في بطبيعه الحال؟ انا غادي نختصر لك الخطوات، هي خطوات عديده جدا لانه هذه غير بدايه فقط. بالنسبه للخطوات المقبله التي اعتزم القيام بها، وانني سالتجئ في الاسبوع القادم بحول الله الى مؤسسات الرقابه المعنيه بهذا بمثل هذه المواضيع. ثم الخطوه الثانيه وهذه حسم فيها، وهي اننا سنؤسس تنسيقيه وطنيه. الاسم سنختاره في اول اجتماع، تنسيقيه وطنيه من اجل محاربه ومكافحه الفساد داخل جمعيات المشاريع الاجتماعيه لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب. لحد الساعه كاين سته التمثيليه ديال سته ديال المدن، واتمنى ان تواكبنا الصحافه في هذا العمل الذي لا شك سيكون له ما بعده.